السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الاعتصام يفيد ائتلاف المسلمين ووحدتهم التي هي مطلب عظيم من مطالب الشريعة، وفيه نهي عن التفرق والتناحر حتى لا تذهب ريح المسلمين. لكن لماذا تحض الشريعة على الائتلاف وما الغاية منه؟ وكيف يمكن فهم ما يؤثر عن أحد التابعين من أن اختلاف الأمة رحمة؟ متى يكون الاختلاف رحمة ومتى يكون خلاف ذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم في هذه الحلقة من برنامج مقاصد تحت عنوان وجوب الائتلاف ورحمة الاختلاف، فأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بالأستاذ نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذنا. أهلا بكم، حياكم الله. الشريعة في كثير من النصوص في الوحي، سواء كان في القرآن أم في السنة النبوية المطهرة، تحض المسلمين على الاعتصام وعلى الائتلاف وعلى الوحدة. قبل أن نبحث يعني أي شيء في هذا القبيل، نريد أن نعرف ما طبيعة هذا الائتلاف، ما هو هذا الائتلاف الذي تحض عليه، شكله، طبيعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة هو المقصود بالائتلاف فهم الجوامع المشتركة ما بين الأمة والأرضية التي يمكن أن تلتقي عليها وما يمكن أن يجتمع عليه المسلمون جميعا. ولذلك جعلت رايات واضحة المعالم، فالأمة مجتمعة على إله إلا الله، ومجتمعة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مجتمعة على قبلة تتوجه إليها، مجتمعة في صد المفروض خصوم الأعداء. فهناك جوامع مشتركة ما بين الأمة، هذه يلتقي عليها الجميع، وينبغي أن تكون هي الأساس، ملتقية على أركان الإسلام، أركان الإيمان. هذه الأمور هي من أبواب الالتقاء الكلي. عندما أشعر أنني أتلف أنا وإياك، لأن بعض الناس عندما يشعر أنه يلتقي في البلد الذي ينتسب إليه، الذي عندما ألقى شخص تقول له أنا عشت في سوريا، تقول الأخ قل لي أنا من سوريا، أشعر أنه قريب إلي، بيني وبينه تقارب، بسبب أن بيني وبينه لقاء، عشنا في بلد واحد كذا، أو يلقاني فلسطيني، وعندما يلقاني مسلم في بلاد واسعة فيها في أمريكا أيضا، أشعر أن عندما يلقاني إنسان منصف أشعر بأنني أستطيع أن أتقاطع معه، لأنه يلتقي معي، بيني وبينه جامع الإنصاف ولو اختلفنا دينا. يعني هنا الائتلاف شيخ يعني مرتبط حالة وجدانية أم حالة عقلية واعية؟ لا، هي لا شك أنه حالة إدراك ووعي لما ينبغي أن يكون عليه الناس والمسلمون. فالائتلاف يعني هو التوافق والالتقاء على أسس وقواعد، إذا التقينا عليها نشعر أن بيننا التقارب الذي يمكننا من المسير معا، حتى ولو كان بيننا بعد ذلك اختلافا. فالله سبحانه وتعالى دعانا إلى الائتلاف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم من علينا به، فقال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبكم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. فامتن علينا بهذا الجمع، لأنه بفقدانه يحصل التفرق والتمزق. والحقيقة ليس كل اختلاف تفرق، فرق بين الاختلاف والفرقة سنأتي عليه. نعم. ربما بعد. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بما وضع فينا وزرع فينا من بذور الألفة وإيجاد أسبابها في تشريعه سبحانه وتعالى، الذي جعلنا نشعر جميعا بأننا نلتقي على هذه الأمور وهذه القواعد، فنصلي معا، نصوم معا، لنا قواعد مشتركة، هذه هي أسس الوفاق
والائتلاف ما بين المسلمين. لماذا هذا الائتلاف؟ ما هي حاجته؟ سنتي سأسألك عن 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 الغاية والحكم والأسرار من الائتلاف، لكن قبل ذلك أشرت إلى نقطة مهمة جدا حقيقة أستاذ نواف، قلت إن الله سبحانه وتعالى ألف بينهم وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب عندما يعني يكون هناك تدخل رباني مباشر للتأليف بين قلوب المسلمين فهذا دلالة على أن الأمر جد خطير وجد كبير وجد مهم. متى تكون معية الله سبحانه وتعالى في التأليف بين قلوب المسلمين؟ ما الذي يستوجب التأليف؟ لا هو كيف ألف بيننا؟ هذا هو يعني. لا هو كيف ألف بيننا؟ بالتأكيد أنه ليس إيحاء لكل واحد منا أن اذهب والتقي مع فولة، وإنما بما وضع لنا من الأسس المشتركة والتقريب بالتصور للأمور فيما بيننا. فكما ذكرت قبل قليل عندما أشعر أنني وإياك نلتقي في كذا وكذا وكذا من الأساسيات التي تمثل بالنسبة لي أمر جوهري ولك، أشعر بقربي منك وقربك مني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته بشر لو أنفق ما في الأرض جميعا ما استطاع أن يأتي بالتشريعات وبالقواعد وبالمبادئ والعقائد التي توحد هؤلاء الناس. لكن هذا وهذا واقعنا اليوم. لو أذنت لي أستاذ نواف حتى أحرر هذه النقطة، هذا خلاف ما يذهب إليه بعض المفسرين من أن التأليف هنا هو تأليف قلبي وجداني حول نصوص الشريعة. ربنا ما قالش ألف بين قلوبهم، قال لو ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وألف بينهم بالكلية في الطباع وفي يعني في الأسس وفي الأعمال وفي الأحكام وفي، فجعلهم يأتلفون ويلتقون على أمور كثيرة تنعكس هذه الأعمال التي يقومون بها وهذه التصورات تنعكس على قلوبهم حبا ومودة بسبب شعورهم أنهم يلتقوا في هذه الأعمال المشتركة. طيب الصحابة كانوا يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أصحاب تصور واحد وعقيدة واحدة وفهم واحد موحد للشريعة ومقاصدها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تدخل مباشرة وألف بين قلوبهم. الآن كيف تدخل؟ ما هو لابد أن نفهم كيف تدخل مباشرة. هذا الذي أريد أن أحرره معك. نعم، هو الله سبحانه وتعالى تدخل بما هو باقي. صحيح، حتى لا تقول الآن مختلف عن زمان. صحيح، هو غير مختلف. صحيح، الله تدخل والرسول صلى الله عليه وسلم ساهم بصفته النبوية بالوحي بتحقيق هذا الائتلاف، ولكن بصفته البشرية ما كان له أن يحقق هذا، لا هو ولا غيره من القادة. لو أرادوا أن يحققوا هذا الائتلاف ما بين المسلمين لا يستطيعوا أن يحققوا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى بتشريعاته وفرائضه والاعتقاد به ووحدانيته سبحانه وتعالى التي جعلها معتقد هؤلاء المسلمين جميعا وغير ذلك ألف بين قلوبهم بها، ولم يؤلف بين قلوبهم في ذلك الوقت ثم رفعت، هي باقية. يعني هذه التشريعات وهذه الأحكام باقية فينا إلى اليوم، وبالتالي نحن قادرون على أن نأتلف عليها، وهذا الائتلاف يكون بتأليف الله سبحانه وتعالى، فهو متدخل عنايته لتحقيق ذلك لكن وفق المنهج الذي رسمه. فإذا سرنا على هذا المنهج الذي رسمه الحق سبحانه وتعالى والعقيدة التي كلفنا بها والتشريع الذي أوحى لنا به سبحانه وتعالى فإننا عند ذلك نأتلف. والائتلاف لا يعني عدم الاختلاف، ولكنه يعني عدم الفرقة. طيب الائتلاف هنا يعني لنبقى لأنه في المحور الثاني بعد الفاصل ربما نتوسع في قضية الاختلاف، لكن قبل ذلك الائتلاف والاعتصام والوحدة، ما الحكم والأسرار والغايات التي يريدها الشارع من وراء هذه الدعوة الغليظة المغلظة للالتحام؟ لأنه الحقيقة الله سبحانه وتعالى علل ذلك أيضا في آية واعتصموا بحبل الله جميعا في آية الأنفال ولا تنازعوا، اللي هو عكس الألفة، ولا تنازعوا فتفشلوا. الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نكون صفا واحدا وأن نكون متحدين وأن نقوى بذلك، ولذلك وفر لنا بتشريعاته أسباب الألفة التي تؤدي إلى وحدتنا وقوتنا. فإذا ما حدنا عن هذا الخط قال بالتنازع ولا تنازعوا فتفشلوا، أي إن نقيض الألفة وهو التنازع
وليس الاختلاف. أنا أركز على ذلك. أنا نقيض الألفة ليس الاختلاف، نقيض الألفة هو التنازع وهو الفرقة. أن نقيض الألفة وهو التنازع يؤدي إلى الفشل في إدارة شأن دنيانا، ويخشى علينا في أخرانا من ذلك. فلماذا الله أراد الله لنا أن نكون مؤتلفين؟ لكي نكون أقوياء بهذه الألفة. والإنسان عند انفراده ضعيف، قوي بإخوانه. وأنا عندما لا يكون قلبي عليك وعلى كل مسلم لا أكون له ولا أكون معه فيما يحتاج إليه. فالله أراد أن يوحدنا وأن يؤلف بين قلوبنا وبيننا فيما يقعود علينا بالقوة والوحدة وجمع الكلمة والقدرة على الأعداء. فإن مهمة الأعداء فينا هو تفريغ صفنا. يعني هل أفهم من كلامك أستاذ نواف أنه مدار صلاح الأمة كلها حصرا على الائتلاف والوحدة؟ لا شك أنه يعني علم في هذا الموضوع. أن لا بالتأكيد بغير ألفة، والنص القرآني يشير إلى ذلك، بغير ألفة لا يوجد قوة. الآن لا أقول ينتفي إسلام الناس، ولكنه ينتفي قوتهم وقدرتهم وتمكينهم. لا تنازعوا فتفشلوا. طبعا الفشل هنا، ما معنى الفشل هنا؟ نحرر معنى الفشل. لأنه هو الذي يؤدي إلى النتيجة الطبيعية لعدم الائتلاف. الفشل هو العجز عن تحقيق المراد هنا. يعني مرادكم في القدرة والانطلاق في انتشار الإسلام وبقائكم صفا واحدا وبقاء دينكم علما ينظر إليه، كل هذا يذهب بالتنازع، لأنه يؤدي إلى الفشل الذي هو عدم القدرة على تحقيق المراد. يعني طب هنا نقطة مهمة أيضا أستاذ نواف، عدم الائتلاف وعدم الاعتصام والوحدة والدخول في مرحلة التنازع والتناحر، هل يمكن أن يؤدي إلى سنة الاستبدال الربانية للمسلمين؟ طبعا بالتأكيد. يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى يمهل ويعطي عباده الفرص. التشريع بين أيديه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. وهذه الذي ألف الله بها المسلمين. الله سبحانه وتعالى بما ألف بين المسلمين؟ بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي باقية. فقدرتنا على الائتلاف عليها قائمة. في حال الترك الله سبحانه وتعالى يمهل لعباده ويعطيهم والفرصة تلو الأخرى، حتى إذا ابتعدوا وأصروا على فرقتهم يستبدلوا. والاستبدال هذا قد يكون بأيدي الأعداء، وقد يكون بأيدي بعضهم بعضا، كما يحصل الآن في واقعنا اليوم. اليوم نحن نبدل بعضنا بعضا، والأعداء يصنعون في يرفعون ويضعون منا ما يشاءون بسبب فرقة الأمة وتمزق صفها. ولذلك كانت مخطط الأعداء فيما مضى من الوقت القريب للعهد الذي نعيشه الآن هو تمزيق الخلافة، تمزيق كلمة الأمة التي كانت متحدة على الأقل تحت راية واحدة تجمعها سلطان واحد، دستور واحد، نظام على دخن، أفضل 100 مرة من حالة الفرقة التي حلت منها. فلذلك الأعداء رأوا عندما أرادت بريطانيا أن تمنح فلسطين للكيان الصهيوني، أليس كذلك؟ ولذلك كان الطريق إلى هذا الموضوع هو التغرير بالعرب والإيحاء إليهم بالاستقلال من الدولة العثمانية، طبعا مع أخطاء موجودة بالطرف الآخر، وهي إحياء القوميات التي فرقت الأمة. بادي الأمر قوميات. اليوم ربما البعض يقول ليتنا ندرك القوميات، لأنها أصبحت إقليميات، ثم بعد ذلك الإقليميات تصبح مدن وأحياء، وعشائريات، ثم تصبح عشائريات، ثم تصبح أحزاب وجماعات كما هو في زماننا أيضا. اليوم انتشرت فينا هذه المفرقات، وللأعداء يد، ولا يجوز لنا أن نعلق على مجب الأعداء دائما، لأن من يغيب عقله هو الذي يتصرف فيه عدوه. وعندما يوجد وعيه وعقله وفهمه لا يستطيع العدو أن يشتغل به. فالعدو اشتغل على تفرقتنا وعلى تمزيق صفنا ليقينه بأنه لا يستطيع أن يزرع مراده فينا إلا من خلال هذه الفرقة. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالوحدة، والله أعلم.
استنتج من كلامك وارجو ان تصحح لي اذا ما كان استنتاجي صحيحا ام غلطا، ان الائتلاف هو قضيه اعمق بكثير من مجرد صلاح حال المسلمين، وهي ترتبط بوجودهم، يعني قضيه وجوديه متوقف عليها وجودهم المادي والكياني، اليس هذا صحيح؟ بالتاكيد بالتاكيد، وهذا انا اعتقد في زماننا لا يحتاج الى براهين كثيره. حال الامه اليوم ان مع الاسف بعضها يتامر على بعض، وأنها ممزقة مقسمة مشتتة الأوصال، ولذلك وجودها مهدد بالخطر في وقتنا الحالي، ووجودها حتى بقاؤها وجود واهي ضعيف ممكن للأعداء من التصرف في مصالحها. السبب في ذلك هو فرقتها وتمزقها. الآن ربما البعض يقول هذا خيال، لا أنت تتكلم عن الوحدة، لها قواعد. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، كيف تأتلف؟ ولذلك عندما نتكلم أننا بحاجة إلى دعوة، ونحتاج إلى تربية، تربية الحكام والمحكومين والشعوب والعلماء على معاني الإسلام الحقيقي، لكي نستطيع طبعا لكي ننجو، ولكي نستطيع أن نجمعهم، لأنهم لا يتحدوا. ربنا أعطانا بهذا، أعطانا خبر أن هذه الأمة لا تجتمع إلا على هذا الدستور وعلى هذا المنهاج. لا يمكن أن تجتمع الأمة على غير ذلك، لأن ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بشخصه حكيم وصاحب قدرات، قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا، بمعنى لا أنت ولا من يأتي بعدك من القادة ولا من الصادقين المخلصين للأمة، ليس لله، المخلصين للأمة الذين يحبون جمعها، لن يستطيعوا أن يحققوا هذه الغاية مهما إلا بما جاء به الله سبحانه، بما جاء به الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذا إذا كان له وهو حكمته صلى الله عليه وسلم وإمكاناته، لا أريد أن أتكلم عن وحيه، ما استطاع أن يؤلف بينها، وهي كانت قليلة قصيرة صغيرة الحجم. فبالتأكيد أن من بعده من القيادات ومن يأتي بغير الذي ألف الله به لا يستطيع أن يؤلف بين هذه الأمة. طيب في سياق هذا الحديث أستاذ نواف، يعني الأمة تعمل منذ سقوط الدولة الإسلامية وحتى الآن منذ قرابة قرن من الزمان، جماعات ومفكرون وعلماء ومصلحون ودعاة يعملون منذ 100 عام على إصلاح هذه الأمة وجمعها، لكن النتيجة النهائية أنه انبثاق عنها جماعات أخرى، فالأمة كانت تشهد مثلا 100 جماعة صارت تشهد 120 ومئة وثلاثين وهكذا. كيف يمكن الوصول إلى حالة الائتلاف؟ قبل أن نذهب إلى الفاصل لنتحدث عن موضوع الاختلاف، كيف يمكن الوصول إلى حالة الائتلاف في ظل هذا التشظي؟ ألا تجري على المسلمين الآن سنة الاستبدال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تجري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمهلنا ويرشدنا، وأن يمنحنا فرصا وإرشادا أن يؤلف بين قلوبنا. شوف، هذه لا شك أنها قامت جماعات لإعادة الأمة إلى رشدها، وبالتأكيد أن هذه الجهود التي قامت صادقة ومخلصة، ولكن أنا أعتقد أنه يعتري جماعات المسلمين بشكل عام وفي كثير من الأحيان، يعني حلت تحول إلى حد ما وفي كثير من الأحيان الحالة الحزبية إلى حالة غرض ولم تبقى حالة وسيلة، فهذا مما حال دون أن تؤتي هذه تمام أكلها. وإن كنا لا ننكر وينبغي أن نشهد بذلك أنها آتت أكلا طيبة، والتمزيق الذي رسم يعني والخطط التي وضعت لتمزيق الأمة وتشتيتها ونزع الألفة من بينها، لا شك أن وجود هذه الجماعات قد خفف من غلوائها. فالوعي، أنت تذكر وأنا أذكر أننا ربما قبل 30 سنة كانت غربة الإسلام أكبر من اليوم بكثير، أصبح هناك توعية بالشرع، لكن التصورات كانت متقاربة بين المسلمين. اليوم ربما لا يكون الإسلام نفسه غريبا، ولكن أستاذ نواف يعني الآن لدينا عشرات التصورات للمسلمين. الصحابة، هنا أريد أن أسأل في هذا السياق، الصحابة كان لديهم تصور واحد وفهم دقيق موحد مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ألف بينهم. اليوم المسلمون لديهم عشرات التصورات للإسلام، متناحرون فيما بينهم، كيف يمكن أن يستجدبوا معية الله ليؤلف بينهم في ظل هذا التناحر في التصورات؟
أنا أقول لك بصراحة ووضوح. تفضل. ليس هناك بون شاسع بين المسلمين في التصورات. أنا أرد ذلك إلى التعصب الحزبي. المسلمون، أنا لو جئت لأقصى يمين الملتزمين دينياً، يعني يميناً ويساراً، لا أجد الفارق بينهم أكثر من 5 إلى 10% خلافيات، و90% توافقيات. لكن الطحن يكون على أساس الخمسة. ألا أيوة، أنا هذا هو، وهذا هو التعصب. إذا مشكلتنا ليست في التصور، مشكلتنا في التعصب. أنا أعتقد أن التعصب الإقليمي والحزبي أثر تأثيرا سلبيا على نظرتنا وعلى عملنا للإسلام، فأصبحت أريد أن يكون حزبي وجماعتي هي التي تأتي بالإسلام، وهذا لحد هنا مشروع، والتنافس في الخير مطلوب، ولكن أحيانا يصل إلى عدم رضاي أن يأتي به غيري. هذا هنا التعصب، هذا هو المذموم. لكن أنت ائتي أخي بأقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون شطح ولا نطح، اخرج لي الشاطح والناطح، وأنا ما أظنه كثيرا. لو جئت بهؤلاء وعرضت أركان الإسلام وأركان الإيمان أساسيات، لو جئتهم متفقون فيها، أركان الإيمان وأركان الإسلام الأساسيات، تجدها ستجد أن خلافنا في الطرائق، آتي من هنا أو آتي من هناك، هذه لا تتجاوز 5 إلى 10%. المطلوب منا اليوم أن ننزل 90% منزلتها، ونتعامل على أننا جسم واحد ولكننا اختصاصات متعددة. فربما أنا أقول يعني بكامل الصراحة، يرى السلفي أنه يمتاز بالتدقيق العلمي في بعض النصوص وتدقيقاتها، جميل، ويمتاز الصوفي أنه يؤكد على بعض التزكويات والروحانيات والسلوكيات، ويمتاز التنظيمي الحركي بدراسة بعض الواقعيات. لكن المشكلة ليس في هذا الاختصاص، بل الاختصاص مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه ركز على الاختصاص، في داخل الفقه وضع مجموعة من الاختصاصات، فقال صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي، أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ، هذا كله فقه، ولكن جعل فيه اختصاصات وأكثر من ذلك. هذا الاختصاص جيد، لكن أين المشكلة تكمن؟ في أن هذا الذي يحقق علميا يرى أن هذا التحقيق العلمي هو تمام الإسلام وكماله، وبالتالي يرى أن حالة التزكوية حالة شرود، اتركوها. أحيانا يكون فيها أخطاء، ولكن لا ينبغي أن نتركها بالكامل، ينبغي أن ننفي خللها ونبقي خيرها. نعم. وحالة الواقعية لها دورها. لو شعر كل واحد منا أنه مهم في الجانب الذي هو فيه، وهو بحاجة إلى الجوانب التي يقوى فيها غيره، وبالتالي سيتكامل مع غيره. لكن عندما يرى الكفاية فيما ذهب إليه، نعم، سوف يأخذ إسلام مبتور، وسوف يتنكر لغيره من العاملين للإسلام. هذه حالة الفرقة وليست حالة تصورات، يعني هذا تصور على كل حال، إذا أردنا أن ندقق نعم. فيه هو تصور، لكنه اجتزاء، فقبلنا بالاجتزاءات واعتبرناها كليات. نعم أستاذ نواف، حقيقة أتيت على بيت القصيد وهو متعلق بالشطر الثاني من هذه الحلقة، وهو الاختلاف، التعصب الذي ربما ينجم عن عدم فهم الاختلاف وطبيعة الاختلاف. هذا ما أبحثه معك بعد الفاصل لو أذنت لي. نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نعود لاستئناف الحديث.
أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث في موضوع الحلقة الذي يدور بين وجوب الائتلاف ورحمة الاختلاف. وحديثنا اليوم مع الأستاذ نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. نجدد الترحيب بكم أستاذ نواف. حياكم الله، يبارك فيكم. تحدثنا بشيء من التفصيل عن موضوع الائتلاف، لكن الائتلاف وهذا الحظ والتغليظ في الدعوة إلى الائتلاف وعدم الفرقة وعدم التناحر، يعني لا عدم القبول من حيث المبدأ بالاختلاف، ما موقف الشريعة من الاختلاف؟ كيف نظرت إلى الاختلاف؟ نعم، أنا أشرت لك في البداية أنه لا يقابل الائتلاف الاختلاف، وإنما يقابل الائتلاف الفرقة. فالاختلاف شيء، والاختلاف قد يكون فرقة وقد لا يكون فرقة، قد يكون تكامل وتعاضد جهود، وعندئذ يكون الاختلاف رحمة كما يقولون وكما ذكرت في التقديم. الحقيقة موضوع الاختلاف رحمة، أحد التابعين هو جاء في حديث ضعيف أيضا، يعني في خلاف أمتي رحمة لا أصل لها، ولكن اختلاف أصحابي لكم رحمة، حديث رواه ابن عباس وهو ضعيف. نعم، يعني لا يعتد به كأحكام. وبعض العلماء قالوا إنه هذا الأصل، هذا الحديث يعود إلى أحد التابعين الذي قال اختلاف الصحابة كان رحمة. ربما. نعم. ربما يعني يكون. نعم. هذا وهو من وجه. نعم. ولذلك الإمام مالك لما أراد هارون الرشيد أن يجمع الناس على الموطأ قال لا يا أمير المؤمنين، لقد ضيقت واسعا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وأخذ عنهم الناس وكل أخذ ما، فتضيق بذلك واسعا. فهم رفيع. وأنت تخيل لو أن لي كتاب ويأتي المسؤول يقول لي نجعله دستور، طبعا أنا يعني أحدث الدنيا بذلك، وطبعا أبجله على المنابر وأمتدح هذا المسؤول وأجعل هكذا. لكن لأن الإمام مالك ينظر إلى أمة إخلاص ويريد نعم ويريد لهذه الأمة أن تتكامل وأن يقوي بعضها بعضا وأن تكون في بحبوحة وسعة، رفض أن يحمل الناس على مذهبه. وأنا أعتقد كل الأئمة هذا بيت القصيد في الاختلاف. نعم. فالاختلاف أخي، الاختلاف قد يكون فعلا رحمة. متى يكون رحمة ومتى يكون خلاف؟ نعم. ذلك الاختلاف عندما يكون تكامل. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا. أنا عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثل المعروف الذي يعني يكرره الجميع، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الرسول صلى الله عليه وسلم له مراد لم يخبرنا به إلى حد الآن، له مقصد، إما مقصده لا تصلوا حتى تصلوا إلى بني، حتى تصلوا قطعا لا تصلوا بحرفيتها، وإما الاستعجال، وإما مقصده أن استعجلوا وتحركوا بأغاية ما لديكم من الإمكانات وتصلوا في الطريق لا بأس بذلك. الصحابة فهموا هذين الفهمين الذي لا يخرج عنهما نص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفهموا فهما واحدا. والرسول صلى الله عليه وسلم انتهت المعركة وانتهى الموضوع ولم يخبرنا ماذا أراد، حتى لا نحرج على أحد منهما ولا نقول فلان أصاب وفلان أخطأ، وإنما أشعرنا أن هؤلاء جميعا لهم الأجر والمثوبة، من صلى في الطريق ومن فاتته صلاة العصر، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتمل ذلك. عندما يصبح الاجتهاد هكذا أفهام وإعذار وتكامل، كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا في رمضان، منا الصائم ومنا المفطر، لا ينكر صائمنا على مفطرنا ولا مفطرنا على صائم، يختلف في النظرة ويختلف في الاجتهاد. عندما يكون الاختلاف في المسائل التي تقبل الاجتهاد، المسائل الاجتهادية محط النظر في فهم النصوص لا في ذاتها، هذا اجتهاد رحمة. لأنه أنا تخيل لو أننا نريد أن نحمل الأمة على رأي أي إمام من الأئمة، فستجد أن فيه ضيق في موضع من المواضع، بينما عندما نأتي ونقول أن هذا الخلاف، ستجد نفسك في البلد الفلاني أنسب رأي أبي حنيفة، وفي بلد آخر يكون أنسب رأي الإمام الشافعي أو مالك أو أحمد. وبالتالي هذه الاختلافات لا شك أنها أعطت يعني اختلاف الأئمة والعلماء سعة، وبالتأكيد السعة تؤدي إلى الرحمة لأنها تعين على الالتزام، والالتزام يقود إلى الرحمة.
فبهذا المعنى صحيح. ولو لم يصح الحديث لابد أن نؤكد أنه لا يوجد حديث صحيح يستدل به بهذا المعنى، لكنها تؤدي إلى هذه الرحمة، فهي سعة يوسع فيها على الخلائق، يشعر الذي قال بهذا القول أو الذي أخذ بهذا والذي أنه لم يخرج عن دائرة الأجر، فهو قد يكون أخذ أجر أو قد يكون أخذ أجرين. والرسول صلى الله عليه وسلم طمأن في هذا، إذا اجتهد المرء فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني بقي في دائرة الأجر. وأنا أقول دائما في موضوع الاختلاف يوجد دوائر ثلاث. مشكلة المسلمين والإسلاميين في كثير من الأحيان ألغوا دائرة من هذه الدوائر، عندنا دائرة الإثم ودائرة الأجر الواحد ودائرة الأجرين. دائرة الإثم هي تجاوز حدود الله متقصدا دون ما برهان ولا مصوغ لذلك، هذه دائرة الإثم، يعني يقع بالإثم. ودائرة الأجر الواحد ودائرة الأجرين لا نستطيع أن نجزم بها من هنا ومن هناك، وهي لمن نظر فيما ينظر به فخرج بقول من أهل النظر، طبعا ليس كل واحد يجتهد كما يشاء، فعندئذ الإنسان إما يأخذ أجر أو أجرين. وأنا عندما أعترض عليك ينبغي أن أعترض عليك عندما تكون في دائرة الإثم، وأكون متأكد من ذلك أن المسألة أنت متجاوز للقطعيات. أما عندما تكون متجاوز لا يجوز لك أن تعترض على الذي يجتهد في فهم النص، أليس كذلك؟ وذلك أنا دائما أقول عبارة وأقول الذي يخالفني في ذات النص خصمي عدوي يتنكر للنص القاطع، أما الذي يخالفني في فهم النص أخي، مع امتلاك الأدوات طبعا. الذي يخالفني في فهم النص أخي، هذا هو يفهم هذا النص بهذا الشكل، إذا كان النص قابل للفهم وأنا أفهمه بشكل آخر ما دام يقبل. لو أننا أخذنا بهذه السعة وحافظنا على دائرة الأجر الواحد، نحن أبقينا دائرة الإثم ودائرة الأجرين وألغينا دائرة الأجر الواحد، فصرنا مثل بوش والعياذ بالله، يا معايا ضدي. طيب وهذا خطأ كبير. طيب أستاذنا، هو الذي ضيق على المسلمين وأبعدهم عن بعضهم البعض وجعلني لا أقبل ما لدي ولا تقبل ما لدي. ولو أنني استحضرت دائرة الأجر الواحد لاستوعبت كما استوعب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يوما هو وأحد تلامذته نسيت اسمه يونس، فقال تحاور وإياه في مسألة فاختلف، فنفر يونس وخرج من مجلس الإمام الشافعي، فبعد أن انتهى الإمام الشافعي لقيه أو حتى قيل أنه ذهب إلى بيته فطرق عليه الباب، قال يا فلان ألا يسعنا أن نبقى إخوة ومختلفين في مسألة؟ هذه الروح، لأنه فهم الإمام الشافعي أن هذا يونس، هذه تربية أيضا. طبعا وهذا فهم للشرع، فهم وتربية، فهم أن هذا لم يتجاوز حدود الشرع، تجاوز حدود فهمي للشرع، وفهمي للشرع غير الشرع. أستاذ نواف، في هذا السياق يعني حديثة عبد الله بن مسعود تعرفها، التي خلاف شر، خلافه في القراءة، لا عندما اختلف مع أحد الصحابة في القراءة جاء إلى النبي شاكيا فأقر القراءتين ونهى عن الاختلاف. يعني كيف يمكن هنا يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للقراءتين ثم بعد ذلك قال فيها لا تختلفوا في ذلك، كيف يمكن فهم يعني هذا المقصود الأمر؟ أنه يعني لا تجعل، لعلي أفهم من هذا الموضوع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا صحيح وهذا صحيح لأنه فيه قراءات، ثم قال لهم لا تختلفوا في ذلك ما دام جاء من أهله، لأن منكم من وصلته القراءة الفلانية ومنهم من وصلته القراءة الفلانية، وبالتالي اعذروا بعضكم بعضا ما دام الأمر جاء من أهله والقادرين عليه. ونحن هكذا الآن، لو أنا أقول لو أن الفقهاء قديما تعاملوا بفقههم كما نتعامل أو كما يتعامل البعض اليوم، كان لربما لم يصلنا فقه، كان الواحد منهم يقول الإمام الشافعي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ. عندما تضع هذه الاحتمالية أنت تقدر وتحترم الرأي الآخر. والمطلوب منا اليوم في مسألة الاختلاف هو أن أقدر أنني مجتهد وأن أفرق بين المسائل القطعية. إذا نحن كنا نتكلم متى يكون الاختلاف رحمة، ففي هذه الحالة عندما يكون نظر في المسائل القطعية، يكون طبعا فراق عندما يكون أحد أمرين، عندما نكون قلوبنا ضيقة لا تستوعب الخلاف في مواطن الخلاف، والأمر الآخر هو ليس رحمة ابتداء وفرقة عندما يكون في القطعيات. يعني إنسان ومطلوب أيضا حتى يعني حتى نستوعب الاختلاف مطلوب أمرين، عدم الغلو والتشدد وعدم التفريط والتمييع. يعني بعض الناس يريد أن يجعل كل شيء خلافي، لا إله إلا الله فيها قولا، لا طبعا،
في قطعيات لا خلاف فيها، طبعا فيها قولين في حيث الإعراب كما قال ذاك، في قطعيات لا ينبغي أن نقبل فيها الاختلاف في داخل المسلمين. الآن حتى الذي يخالفني في لا إله إلا الله، هل مطلوب منها وجوده؟ لا قطعا غير مطلوب منها وجوده. يعني الكافر، هل أنا مكلف شرعا بإنهاء وجود الكافر؟ طبعا قطعا غير مكلف أنا شرعا بإنهاء وجود الكافر، ووجد الكافر والمسلم في حيز واحد. لكن فيما بين المسلمين في أمور ليست خلافية، من تجاوزها قد تجاوز أصول الإسلام، ولكن هذه محدودة وضيقة الخلافية. افتح كتب الفقه الآن تجد الأكثرية خلافية في تقديرات شأن الدنيا والتعامل بها، ربما ما كنا نتكلم به قبل الجلسة. هذه من المسائل التي تستوعب آراء وخلاف. ما الأسباب التي تسوغ الاختلاف هنا؟ يعني لماذا يختلف الناس في دائرة الإسلام أتحدث؟ نعم، شوف فكهانا اختلفوا في كتاب صغير اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، نعم، لابن تيمية رحمة الله عليه، يتكلم فيه عن الأئمة لماذا اختلفوا. كل هذا يصوغ الاختلاف. مثل أولا في من شأن العلماء السابقين بلوغ النص، فلان بلغه الحديث فلان لم يبلغه الحديث، وبالتالي اجتهد في المسألة من رأيه وهذا نظر في نص قاطع. اثنين، لا بلغهم النص اثنين ولكن اختلفوا في صحته، هذا يرى الحديث صحيح هذا يرى الحديث غير صحيح. هذا أنا أتكلم المصوغات الشرعية الصحيحة السليمة التي تصوغ لنا أن نختلف. الآن لا ثبت صحيح عندي النص ووصلني وكلانا وصله النص، ولكن اختلفنا في ما يعارضه من الأدلة، التوفيق بينه وبين دليل آخر اختلفنا فيه، فهذا وفق بهذا الشكل وهذا وفق بشكل آخر وهكذا. فهذه هذه خلافات مصوغة، لكن عندما يكون الخلاف مبناه الهوى والتعصب يكون عندئذ خلافا مذموما. عندما يقوم على التفريط أو الإفراط، التفريط كما قلت لك أن يعتبر كل شيء قبل الخلاف، هذا تفريط، أو الإفراط. يعني بعض أنا جلست مع بعض الإخوة في على منى، وكان يوم لا نراء فيه طبعا، الحج ما في نراء ولا جدال، فكان يناقش في أنه لا خلاف فقهي وإنما الفقه ما يراه هو. فقلت له المكان لا يسمح لنا أن نتحاور، لكن في الحقيقة عندما يتنكر الإنسان الخلاف، وهذا موجود عند بعض المتشددين. متى ينشأ التعصب هنا في الأفكار؟ لأنه هذا مرتبط بأدب الخلاف ومرتبط بالسعة، سعة الفكر. متى ينشأ التعصب وعدم قبول الآخر بين المسلمين؟ شوف يعني هو الإنسان إذا كانت تربيته فردية ذاتية، يعني يرى نفسه مصيبا في كل شيء، طبعا هذا يعني هنا. وعندما تكون أيضا تربيته حزبية، أنه ما أنا من غزية، إن غوت غويت وأن ترشد غزية، هذا حال الأمة بين حزبي وفردي الآن. الأمة هو لا شك موجود، ولذلك هذا الذي نحتاج إلى علاجه. ونحن نقول دائما نقول عبارة أنه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على أمة فيها التعصب القبلي، فلم يحارب القبيلة وإنما حارب التعصب القبلي، وصلاح الدين جاء على أمة فيها التعصب المذهبي فلم يحارب المذاهب ولكن حارب التعصب المذهبي. اليوم نحن في عندنا تعصب حزبي وإقليمي، لا نحارب الأقاليم ولا الأحزاب، وهذه مهمة، يعني لأن بعض الناس يبدأ يشن على الأحزاب. عندما تشن حربا على الأحزاب أنت تخسر نص ثلاث أرباع المسلمين في أحزاب، فعندما تشن حربا على الأحزاب معنى ذلك لا تريد مسلمين. علينا ألا نشن حربا على الأحزاب ولكن نشن حربا على التعصب الحزبي، ونبين أن هذه الأحزاب وسائل وآليات يستطيع الناس أن يستخدمها في التقارب وليس في 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 التنافر. فإذا استخدمنا الأحزاب بهذه الطريقة نستطيع بالتأكيد أن نتقارب. والتعصب الحزبي مبعثه هوى بالتأكيد، لا يمكن أن يكون مبعثه شرع. وطبعا التربية، عندما تكون تربيتنا التربية الحزبية، نعم، عندما يكون في تربيتنا دائما النص على أننا صواب، عندما نطرح في جلساتنا ولقاءاتنا فلان وفلان أو الحزب مقدس باستمرار، ينشأ أبناؤنا وبعد ذلك علماؤنا على النظرة الحزبية والتعصبية. وعندما يكون الطرح في حواراتنا يملأه روح المناقشة لما لدينا قبل لما لدى غيرنا،
واستيعاب أننا قد نكون مخطئين. عندما أنا أخبر من أدرسه هذا الكلام ليس مثالية في ظل الواقع الحالي. والله ما مثالية، موجود ترى يا أخي، والله موجود كثير من الناس يدعو إلى ذلك ويعمل بذلك، وأنا أعتقد أن الأمور تسير باتجاه تحسن وليس أنا كثير من الناس الذي كنت أعدهم يعني قطعة واحدة وباتجاه واحد، اليوم يجلس ويحاور ويقول كنا على خطأ في كذا. حصلت كثير من المراجعات لدى الأحزاب والجماعات تعترف بأخطائها في مواقع معينة. أنا أعتقد أن هذا لا يعني أيضا لا نريد أن نسود الصورة على الإطلاق. في خلل موجود أنا أشهد معك، وهو يحتاج إلى مناقشة ويحتاج إلى معالجة، ولكن أيضا هناك وعي. وإذا أردنا الحقيقة للتقارب ما بين هذه الجهات، علينا كل جماعة في الأمة يوجد فيها متعصبين ويوجد فيها إن شئت أنا أريحيين، إذا أردنا أن نوجد هذا التقارب علينا أن نفرز للحوار فيما بينها أصحاب التقارب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم الخندق عندما جاءه عروة بن مسعود لم يستبشر خيرا، ورأى أن الأمر لن يحل. فلما جاء بعد ذلك سهيل بن عمرو قال سهل الأمر. لماذا؟ لأنه بعض العلماء يقول لأنه اسمه سهيل استبشر باسمه، التفاؤل بالأسماء وكذا كان وارد. لكن ليس هذا فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف سهيل رجل بوخذ وبعطي، لين العريكة، لا أي لين قابل أن للحوار ممكن نتفاهم معه، بينما عروة متشدد. لذلك إذا أردت أنت أن توجد شيئا من التقارب ما بين هؤلاء فعلينا أن نعمل فرز، نقول هذه الجهة فيها عدد من الناس لديهم أريحية في التعامل، نستطيع أن نجمعهم مع بعض هؤلاء من كل فيؤدي إلى التقارب. أستاذنا حتى لا نقفز على المحاور أنا يجب أن نذهب إلى الفاصل لأعود بعده وأحدثك عن موضوع كيفية أدب الاختلاف وكيف يمكن فهم الاختلاف وقبول الآخر، كيف يمكن للمسلم أن يتعامل مع الاختلاف الواقع الحاصل في حياته اليومية، لكن بعد فاصل أخير. هذا لدينا فاصل أخير، بعد ذلك نعود لاستكمال ما تبقى من زمن الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ نواف، ذكرت عن حديث عن اختلاف التنوع أو اختلاف التكامل، يعني حقيقة المسلمون اليوم حتى في اختلاف التنوع الذي ينبغي أن يكون اختلافا إثرائيا وليس اختلافا يوصل إلى البغضاء والتناحر، ثمة تناحر وثمة بغضاء ضمن اختلاف التنوع الإثرائي. كيف، ما الضابط الذي يجعل من هذا الاختلاف اختلافا إثرائيا لا اختلافا بغضائيا إذا صح التعبير؟ الحقيقة شوف، الاختلاف حتى يعني نضبطه، وهذه مشكلة لأنه الكل يقول أنا وسطي، نحتاج إلى العودة إلى وسطية الإسلام واعتداله. فالإسلام يطالبنا بالتثبت. أول شيء في تحديد موضوع الخلاف التثبت مما يقوله الغير. نحن مجرد أحيان كثير من الأحيان أن أسمع عنك قول ربما أقرأه عنك بوسائل التواصل الاجتماعي التي تكذب أكثر مما تصدق، فألزمك به وأنشره عنك وأعتبره قولك شئت أم أبيت. المطلوب التثبت، والله سبحانه وتعالى كلفنا بالتثبت فتبينوا، منهج إسلامي هذا طبعا. وهذا التثبت يمنع كثير من الظنون من بقائها واستمرارها. الأمر الآخر السماع من المخالف لا عنه. أنا أعتقد أنه إذا التقيت أنا معك سأفهم منك وجهتك، حتى لو نكلت لي الوجهة لكني سأفهم تعليلاتها لديك، ويصبح لدي إعذار ولو لم أوافقك في الرأي. يعني لو لم أتفق معك في الرأي أصبح قابل لأن أتفهمك
لأنك سكت عليها من البراهين والأدلة ما أنت مقتنع به. نقطة مهمة أخي في موضوع الاختلاف، ألا نتجاوز كل شيء حتى نبلغ النيات. كثير من الأحيان عندما أرى فلان يخالفني في الرأي أتهمه في مقصده وفي مراده، مع أنه من الصفاء مثلي ومثلك، من الصفاء والنقاء وإرادة الخير للإسلام، ولكن ربما يكون لي مطعن فيما توصل له من اجتهاد، وأنا أسهل بكثير. يعني عندما أنا أطعن فيما توصلت إليه غير عندما أطعن في باعثك على النظر والتدبر في الأمور. فمراد الحقيقة مطلوب منا أخي جهاد أنه بالفعل يعني لا يخترق أحدنا جدران القلب ليصل إلى مقاصد رديئة ليس من لدى المخالف. في نعم، هلا كشفت عن قلبه وهو كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بكلمة قال هذه كلمته، لا لماذا أنت تحملها ما لا تحتمل. وهذه لو أذنت لي أستاذ نواف، يعني هذه عندما قالها لأسامة بن زيد يعني هل شققت عن قلبه، هذه قد تنشئ مسارا في الحياة بالطبع. بمعنى أنك أنت يجب أن تتعامل مع الظاهر إحسانا في الظن، يعني بين المسلمين طبعا. يعني من قواعد إلى رسمها الشافعي وذكرناها قبل قليل اتهام رأيي، ليس دائما أرى أنني مصيب وإلا كانت المصيبة أنثى. يا أخي قول اعتبر قد أكون مصيبة أحيانا، يعني أحيانا هيك وهيك، ممكن يكون هذا ممكن يكون هذا، فعلى الأقل ضع احتمال أن يكون رأيي غير مصيب. فإذا وضعت هذا الاحتمال تكون ردة فعلك على الرأي الآخر والاحتمال الآخر أكثر اتزانا وأكثر هدوء. أيضا الاعتذار للآخر بأنه يجتهد، يعني لا تصوبه ولكن لا تجرمه. طيب إذا أذنت لي أستاذ نواف، يعني أنا بقي معي دقيقتان من زمن الحلقة، أريد أن أسألك عن على ما يتوقف مدار أدب الاختلاف، هل هو على الإخلاص أم على العلم أم على حسن الخلق أم على شيء آخر؟ والله شوف في عوامل عدة، لكن أدب الاختلاف ربما نقفز به إلى حسن الخلق بالدرجة الأولى، ولا شك أن الإخلاص عامل مهم فيه، لكن حسن الخلق في ناس مخلصين وصادقين ولكن طبيعته الجلافة وسيء الخلق، وبالتالي لا يمكن أن يتحاور مع أحد ويخرج معه في نتيجة. حسن الخلق مكتسب أم 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 فطري؟ مكتسب، لا مكتسب. مكتسب. يجب أن يزكي نفسه الإنسان. حتى الإخلاص مكتسب، كل هذه مكتسبة الإنسان إذا درب نفسه على ذلك وزكاها واستحضر، والإخلاص مساعد على حسن الخلق. إذا الإنسان استحضر أنه يعمل لوجه الله تعالى وحسن ظنه بالآخرين أنهم يعملون لنفس الغرض، فعندئذ سيحسن المعاملة مع هؤلاء. وبالتالي أنا أعتقد أنه كل هذه الأمور لا نكلف بها لو كانت غير مكتسبة، يعني لا نحمل مسؤوليتها، ولكن نحن سنسأل عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية، لأن هذه أمور يمكن أن يتعلمها الإنسان، حسن الخلق والتعامل، أن يقرر الإنسان في من تلقاء نفسه ومن داخله أن يتعامل مع الآخرين على الوجه الذي يحب أن يعامل به. ولو أن الإنسان، خلينا أقول هذه العبارة بفضل، لو أن الإنسان راجع نفسه في أقوال قالها ورجع عنها، يعني بمعنى خطأها، لعلم أن هذا الذي تخطئه على أقل تقدير إذا مستمر على الخطأ هو حالتي الماضية. نعم. عندئذ تكون نظرته إلى الآخرين نظرة إيجابية، واحتمال ما يسميه خطأهم قد يكون صوابهم وخطأه، أو تجاوزاتهم التي يراها وحسن التعامل معها، والله تعالى أعلم. أستاذنا بدقيقة 60 ثانية، مما لم أسألك عنه في موضوع الحلقة، هل تريد أن تضيف شيئا، أن تقول شيئا مما لم يرد في الحلقة؟ يعني إذا شئت أنا في موضوع الحلقة، يعني في موضوع الحلقة أنا أنادي المسلمين اليوم أننا على خطر عظيم، وأن فرقتنا كانت هي المدخل الأكبر لأعداء هذه الأمة إلى صفوفنا. وبالتالي أقول معتقدا أن كل من يفكر بحال الأمة وبعزتها وكرامتها ينبغي عليه أن يتجاوز حظ نفسه وحظ حزبه وحظ إقليمه ويفكر بالمصلحة العليا التي تقتضي أن نكون جسدا واحدا، وأن يكون الإعذار مقولة رشيد رضا رحمه الله، فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لأن بعض المسلمين حاول أن يحمل هذه العبارة أكثر من حجمها ويعتبر أن هذه عبارة حتى غير صحيح، مع أنها عبارة جميلة وسليمة جدا. أن نلتمس الإعذار لبعضنا
في الأمور التي تقبل الاختلاف وما أوسعها. الأمور التي تقبل الخلاف أكبر بكثير من الأمور المجمع عليها والملتقى عليها. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافة وعلى هذا الفيض من الأفكار. شكرا جزيلا لك أستاذ نواف. مشاهدينا الكرام، إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي المكرم الأستاذ نواف التكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. كل الشكر لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.